يجسد 9 حزيران من كل عام محطة تاريخية مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، حيث اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عرش المملكة الأردنية الهاشمية قبل 20 عاماً، ليتواصل في عهده بناء الدولة المدنية الحديثة وترسيخها. وعلى مدى عقدين استند الأردن إلى نموذج متميز من الوحدة الوطنية والعيش المشترك، حيث تجاوز الأردنيون بقيادة جلالته مختلف التحديات الإقليمية المحيطة التي لم تزدهم إلا صلابة وقوة وصمودا. ومنذ اعتلائه العرش كرس جلالته جهوده نحو دعم مسيرة السلام العالمي وتعزيزها. وفي إطار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، فقد أعيد التأكيد على أن جلالته هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها. هواؤه نسيمه يشبعني. إليك يا أرض.